أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. على الهيئة نت، مصدر حكومي: الميليشيات تتحكم بقرارات أمانة بغداد وتأخذ إتاوات مقابل حماية المتجاوزين. على المدى، 200 حالة انتحار خلال 4 شهور، بعضها نفذت عبر البث المباشر. وعلى الزمان، الحقوقيون العرب يناشدون المجتمع الدولي إدانة هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين. وعلى القدس العربي، اتهامات للشرطة الاتحادية بقتل عائلة في كركوك. وعلى العربي 21، جرحى برصاص الاحتلال في جمعة لاجئي لبنان بغزة. وعلى العربي الجديد، الحشد الشعبي في الموصل، ورقة لتوجيه بوصلة الانتخابات المحلية أيضا. العرب اللندنية: حكومة بغداد تنصاع لعقوبات واشنطن على قيادات في الحشد الشعبي. في مقال نبدأ نستهله للكاتب جاسم الشمري، نشره على موقع العربي 21، قال: في العراق، حيث أننا ومنذ العام 2004 أمام عملية تدوير لذات الأشخاص في مناصب الدولة الداخلية، لاحظنا في السنوات الماضية أن العديد من رجال أحزاب السلطة ودون حصولهم على أي مؤهلات علمية أو فنية تسنموا عدة مناصب حساسة، وحينما نحاول الاعتراض ولو عبر بعض النقاشات مع بعض السياسيين نجد أن بعض المتحزبين يدافعون عن هذه الآلية، لأن من يدافعون عنهم هم جزء من منظومتهم الحزبية، ولهذا نراهم يدافعون عن هذا النمط الوظيفي الخاطئ والمدمر، ولو على حساب انهيار بنية الدولة العراقية. هذا هو ما جاء والمقال الذي جاء للكاتب جاسم الشمري، والذي نشره موقع العربي 21. لنتابع. وبعيدا عن تحديد الأسماء المقصودة من الكلام، فإن وجبة الدبلوماسيين التي رشحت مؤخرا لتمثيل العراق في بعض الدول القريبة والبعيدة كسفراء تجبرنا على الوقوف عندها ووضع مئات علامات الاستفهام والتعجب، لأن غالبية هؤلاء لا يمتلكون مؤهلات كافية لتمثيل العراق في المحافل الدولية، بل لا يمتلكون حتى المؤهلات الأولية لمناصب أقل بمراتب كثيرة من هذه المهمة الوطنية التي تقترن بالعراق، لأن الدبلوماسي هو ممثل الوطن في المحفل الذي يتواجد فيه. المعيار الأبرز في تنصيب جميع هؤلاء هي حصة أحزابهم في العملية السياسية، وكأنهم يصلحون لكل المناصب، وأن العراق ليس فيه سوى هؤلاء الذين يتقلبون في مناصب لا تمت لإمكانياتهم بصلة ما حيث الاختصاص أو اللباقة واللياقة المطلوبة لمثل هذه المهام الرسمية. ونحن يمكننا تقبل أن أكاديميا مخضرما يكون سفيرا، أو أن ضابطا كبيرا يكون ملحقا عسكريا، أو أن أديبا مثقفا يكون ملحقا ثقافيا في هذه الدولة أو تلك، لكن لا يمكننا تفهم أن ناطقا سابقا باسم إحدى الحكومات السابقة وهو متهم بقضايا فساد مالي وإداري، وسبق أن صدرت بحقه مذكرات اعتقال لهذه الأسباب، نجده اليوم يمثل العراق كسفير في دولة مهمة وحساسة في المنطقة. السفير أو القنصل الذي لا يفقه حقيقة مهمته النبيلة وينبغي أن يعلم، وكافة موظفي السفارة أو القنصلية، أنهم خيمة للمواطنين في تلك البلدان وليسوا ممثلين لأحزابهم، ويتعاملون مع الناس بهمجية لا مثيل لها. إيران التي لا تسقط من حساباتها احتمال الصدام العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها تحرص على الاحتفاظ بورقة الميليشيات التابعة لها في كل من سوريا والعراق لاستخدامها في مواجهة بالوكالة تدور على أرض الدولتين، وقد شرعت فعلا في الرفع من جهوزيتها وإبقائها في حالة استنفار استعدادا لحرب محتملة. فقد أكدت مصادر محلية في مناطق بشرق سوريا وغرب العراق رصدها الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس ضمن الحرس الثوري الإيراني بصدد التنقل خلال الأيام الماضية بين مناطق تمركز الميليشيات الشيعية، وعقده اجتماعات مغلقة مع القادة الميدانيين البارزين لتلك الفصائل. تقرير لصحيفة العرب اللندنية. لنتابع.
ومن جهتها قالت مصادر أمنية كردية عراقية إنها على علم بزيارة سليمان السرية هذا الأسبوع للعراق وسوريا وبالاجتماعات التي عقدها في عدد من نقاط تجمع فصائل الحشد الشعبي، مؤكدة الطبيعة التقنية الميدانية لما دار خلالها، ومشيرة إلى تطرق النقاشات التي دارت خلال الاجتماعات إلى تفاصيل المواجهة المحتملة ضد القوات الأمريكية على الأراضي السورية والعراقية في حال تطورت موجة التصعيد الحالية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وعدد من حلفائها من جهة مقابلة إلى صدام عسكري، وأشارت إلى أن سليماني طلب التجهيز لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، وأكد عدم وجود خلاف مع النظام السوري بخصوص المواجهة مع واشنطن. ولفتت المصادر إلى أن سليماني زار كذلك محطة تي 2 النفطية في بادية دير الزور الشرقية الواقعة على خط النفط الواصل بين العراق وسوريا، وتزامنت زيارة قائد فيلق القدس للمنطقة مع استئناف الولايات المتحدة تدريب الجيش السوري الحر في قاعدة التنف جنوب سوريا، وذلك بعد أن أوقفت دعمه منذ قرابة عام، كما جاءت إثر تعرض قاعدة عسكرية للحشد الشعبي شمالي العاصمة العراقية بغداد لقصف بطائرة مسيرة مجهولة يرجح أنها أمريكية. وتتطابق جوانب من المعلومات التي أوردتها المصادر العراقية والسورية مع ما أوردته وكالة الأناضول الجمعة نقلا عن مصادر محلية بشأن زيارة قاسم سليماني الخميس لمدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور جنوب شرقي سوريا على الحدود مع العراق، حيث التقى هناك قادة ميليشيات ووجههم بضرورة الاستعداد لحرب محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. شهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 200 حالة انتحار في العراق، بعضها نقل مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار قلق المؤسسات الحكومية والدينية والإعلامية في العراق الذي يقدر عدد سكانه ب40 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين، فيما يفتقر البلد بقوة إلى علاجات نفسية للذين يحاولون وضع حد لحياتهم. تقرير لصحيفة المدى، نتابع. ولا تقتصر أسباب الانتحار على مشاكل الحب والزواج، فهناك أمراض نفسية وصعوبات اقتصادية خلفتها حروب متلاحقة على مدى العقود الأربعة الماضية، إضافة إلى البطالة التي يعاني منها نحو 20% من العراقيين غالبيتهم من الشباب، وظروف النساء وأعباء التقاليد. وبحسب بيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في العراق، ارتفع عدد حالات الانتحار من 383 خلال العام 2016 إلى 519 في 2018، وشهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 199 حالة انتحار وفقا للبيان نفسه. وهذه الأعداد هي الحالات المسجلة فقط، إذ توجد حالات كثيرة تقع في عموم العراق من الجنوب ذي الغالبية الشيعية والمجتمع العشائري إلى الشمال الكردي والغرب السني، من دون أن تبلغ العائلات عن انتحار أحد أفرادها، كون ذلك يمثل وصمة عار للعائلة ومخالفة لتعاليم الإسلام. لكن ظاهرة الانتحار باتت في تزايد وصارت واضحة ومتكررة بشكل شبه يومي في بلد يستعيد تدريجياً استقراره الأمني. وتقول معالجة نفسية في بغداد لفرانس بريس هي تطلب عدم كشف هويتها، كان الخلاص من الإرهاب أكثر ما يشغلنا على مدى سنين، مضيفة الآن بدأ الناس بالتعامل مع مشاكل اجتماعية مثل الانتحار والمخدرات. تحت ستار استغلال ما سماه بعض الإسرائيليين هبوب الرياح المنعشة التي تطلق في أروقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شأن إحلال السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، يطلق الإسرائيليون العنان لفرض وقائع على الأرض تستجيب لأقصى طموحاتهم في فرض رؤاهم التوراتية القديمة والمعاصرة اليوم حول الانتهاكات الصهيونية، إذ كتب ماجد الشيخ في الحياة اللندنية، لنتابع ما جاء فيه. منذ اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الاحتلالية على القدس كونها العاصمة الأبدية لإسرائيل كما وردت في وثيقة الاعتراف الترامبية،
بدأت المدينة تشهد تسارعا في عملية تمهيد وتهويد منظمة وممنهجة وصولا إلى أسرلتها بالكامل، وها نحن نشهد تنفيذ العديد من مخططات التهويد المتواصلة بشراكة من حكومة الاحتلال وبلدية موشيليون والجمعيات الاستيطانية ودعمها وبتواطؤ من القضاء الإسرائيلي، وذلك بهدف تحجيم وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة من خلال شن سلطات الاحتلال ما يشبه حربا شاملة على المقدسيين، لا سيما بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي كما هو جاري هذه الأيام في منطقة وادي الحمص في سور باهر، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد 100 عائلة مقدسية بعد البدء بهدم 16 بناية واستكمالا لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين. يتجه وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال المتطرف جلعاد أرادان لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضي بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك في أنشطة فلسطينية في القدس أو يمولها. بشراكة قوى اليمين الشعبوي الأمريكي والأوروبي عبر العالم بهدف تهويد ما لم يهور طوال أكثر من 70 عاما ولو عبر تكرار مجازر ومذابح متجددة، تطلق رياح تطهير عرقي تستأنفه اليوم كولونيالية الاحتلال في القدس كما في الضفة الغربية تحت ستار فرض السيادة والتهويد وفض الشراكة مع السلطة الفلسطينية وفرض كل ما لم تستطع المفاوضات والتفاهمات الأسلوية وغيرها إنجازه. القيادة الفلسطينية سوف تجتمع لاتخاذ موقف واضح وصريح ومحدد من كل هذه الإجراءات. بهذه الكلمات علق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على نصف عشرات المنازل في حي وادي الحمص جنوبي القدس المحتلة، وتستحق هذه الكلمات المغتضبة إزاء الجريمة الفاشية الوقوف عندها، لأن فيها ما يكشف حقيقة رؤية الرئيس عباس وحقيقة فهمه للصراع مع هذا الاحتلال. مقال للكاتب نواف التميمي في صحيفة العربي الجديد، نتابع. بداية سيد الرئيس، ما وقع في وادي الحمص وشاهده العالم بالبث الحي والمباشر لم يكن هدما لمنازل، بل كان نسفا بالمتفجرات والديناميت، ولم يكن إجراءات بل عملية نسف وتدمير واعتداء بديناميت الاحتلال الإسرائيلي وتحت حراسة جنوده وأسلحة شرطته. ثم ما أخبرك يا سيادة الرئيس أنها المرة الأولى التي تنسف فيها جرافات الاحتلال وآلياته منازل داخل ما تسمى مناطق السلطة؟ أم أنك ومستشاريك نسيتم ما دمرته بدبابات الاحتلال وطائراته من شوارع ومبان ومنازل في كل مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها خلال الاجتياحات التي نفذها جيش الاحتلال طوال سنوات الانتفاضة الثانية؟ أم كأنكم نسيتم قصف المقاطعة على رأس الرئيس الراحل ياسر عرفات ومن معه؟ ثم كأن رئيس الشعب الفلسطيني نسي عشرات المنازل التي نسفها الاحتلال في مناطق السلطة وخارجها بحجة ارتكاب أحد أصحابها عمليات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين، وماذا عن مئات المنازل التي نسفت على رؤوس ساكنيها في حروب الاحتلال على غزة؟ أم أن غزة باتت خارج مناطق السلطة الفلسطينية؟ وماذا عن المنازل التي يهدمها الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 و900 ألف وفي القدس وضواحيها؟ أم أن هذه المنازل والأملاك الفلسطينية باتت خارج حساب السلطة الفلسطينية؟ من حق كل فلسطيني بمعنى الانتماء للهوية أن يسأل بماذا ستختلف قرارات هذا الاجتماع عما سبقه من اجتماعات عقدتها القيادة منذ تكبلت باتفاقيات أوسلو وملاحقها. الأكيد أن القيادة الفلسطينية ستجتمع حول الرئيس تماما كما تحلقت حوله الأسبوع الماضي لتشجيع المنتخب الجزائري في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولكن المؤكد أن هذه القيادة لن تعلن استئناف الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي ومصالحه.
سيكون من العبث اليوم الظن بأن وضع الإسلاميين بالمغرب يسمح لهم بالاستمرار في إلهام الإسلاميين بتجربة استثنائية في المنطقة اعتمدت منطق الشراكة والتوافق، فالتجربة اليوم تمر بمنعطف حاسم محكوم بتفاقم الخلاف السياسي الداخلي رغم إصرار القادة أو القيادة على التبشير بنجاح في الحوار الداخلي. مقال للكاتب بلال التليدي في صحيفة القدس العربي، نتابع. سيكون من العبث اليوم الظن بأن وضع الإسلاميين بالمغرب يسمح لهم بالاستمرار في الإلهام بتجربة استثنائية في المنطقة اعتمدت منطقة الشراكة والتوافق، فالتجربة اليوم تمر بمنعطف حاسم محكوم بتفاقم الخلافات السياسية الداخلية رغم إصرار القيادة على التبشير بنجاح الحوار الداخلي لحظة الخلاف المركزي التي عصفت بالدينامية التي حاولت قيادة الحزب أن تبشر فيها بنجاح الحوار الداخلي هي القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، فبدل أن تتوجه القيادة إلى فتح نقاش علمي متخصص يتلوه توسيع النقاش داخل برلمان الحزب بشأن الهندسة اللغوية ولغة التدريس، احتكرت الملف ومارست الإكراه المستند إلى قاعدة الرأي الحر والقرار الملزم على الفريق النيابي، لتفاجأ بخرجة جديدة للأستاذ بنكيران ليلة التصويت داخل اللجنة ودعوة منه لقيادة الحزب بمراجعة الموقف، وأن ذلك سيكون بمثابة خيانة للأمة ولخياراتها الثابتة إن تم الاتجاه لفرسنة التعليم. المثير في الموقف أن تدبير الملف لم يأتي هذه المرة من قيادة الحزب، وإنما تم حفظ الملف وإخراجه من المؤسسة التشريعية، واحتداد للنقاش الداخلي بين من يرى أن القيادة بصدد مزيد من تقديم التنازلات التي وصلت حد انتهاك الحدود، وطرف آخر يرى أن خرجة بنكيران هي افتئات على سلطة المؤسسات ومحاولة توجيه الفريق النيابي من الخارج. التقدير أن الحزب لن ينقسم وأنه في المقابل من الممكن أن يتعرض لنكسة انتخابية مؤلمة قد لا تصل حد تراجعه عن الرتبة الأولى، لكن وجود بنكيران في هذه الحالة مفيد جدا للحزب. في أخبارنا المنوعة، تواجه 7 أنواع من الرئيسيات وآلاف الحيوانات والنباتات والفطريات خطر الانقراض وفق تقرير حديث للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وتظهر القائمة الحمراء الأخيرة للاتحاد أن نحو 28,338 نوعاً جديداً مهددة بالانقراض في جميع أنحاء العالم بسبب مزيج من فقدان الموائل وصيد الأسماك والصيد غير المستدام. وصنفت القائمة الجديدة صنفت 6,127 نوعاً على أنها في وضع حرج وقريبة جداً من الانقراض، ومع ذلك يقول الاتحاد أن الرقم الجديد قد يكون بسبب جهود أكبر في تقييم الأنواع وليس تعبيرا عن زيادة حقيقية في عدد الحيوانات المهددة بالانقراض. وكذلك يشير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى أن جميع أنواع أسماك الوتد وعددها 16 نوعا باستثناء أسماك الجيتار العملاقة أصبحت الآن معرضة لخطر شديد يعود سببه الأساسي إلى الصيد الجائر المكثف وغير المنظم. برغم كبر سنها ووضعها الصحي الصعب، تصر الحاجة بدر حوران المولودة في فلسطين عام 1942 ببلدة حطين الفلسطينية تصر على المشاركة في الاعتصامات والمسيرات في مخيم عين الحلوة رفضا للقرار الذي يطاول العمال الفلسطينيين في لبنان والقاضي بضرورة استحصالهم على إجازة عمل. الشارع الفلسطيني لم يهدأ بعد في مخيم عين الحلوة غير أن مدخل الشارع فتح جزئيا تسهيلا لحركة المرور، وبانتظار القرار الذي سيصدر بعد انعقاد اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير العمل كميل أبو سليمان ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. خرجت الحاجة بدر مرتين للمشاركة في المسيرات التي تتعدى 20,000 شخص وأكثر بحسب تقدير المشاركين،
كانت تسير في مقدمة إحدى التظاهرات تتكئ على عكازها الذي لا تستطيع المشي من دونه، كما أنها لا تستطيع الرؤية بشكل جيد بسبب عملية أجرتها لعينيها، إلى أنها أصرت هي وأحفادها الصغار على المشاركة في الاعتصامات الاحتجاجية ضد قرار الوزير. إلى الرسوم الكاريكاتورية نتابع. نشكر لكم طيبة وحسن المتابعة وإلى اللقاء.